السلام عليكم، كي لاباس عليكم؟ كلشي بخير اليوم ان شاء الله. فيديو جديد في القناه. كيف ما تايبه لكم، ماشي في الدار، ماشي في مراكش اليوم، مسافرين. درت لكم فلوق زوين بزاف، غادي يعجبكم، غادي ندور لكم مزيان فيه. دابا درت لكم تور في الدار باش تشوفوها، نعطيكم فكره باش اللي جا للقنيطره يجي لهاد لابارتمون. فعلا زوينه، نقيه 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 بزاف، ما تخيلوش النقاوه اللي فيها، والفراش نقي وباقي جديده. تقولوا ما فايتش فيها الكرا، قال لك مولاها ما كيكريهاش المنوال، يعني كيكريها الناس اللي كيثق فيهم، اللي كيكونوا نقيين. انا جبتها لكم ان بون بلون، غادي يعجبكم بزاف وبثمن جد مناسب، ما تخيلوش. يعني كتكريو غلا منها في بلايص اخرين وكيجيو خايبين وموسخين، ولكن هاد الدار كيف ما قلت لكم زوينه بزاف. غادي تشوفوها معايا في لو تور اللي درت لكم. بالنسبه لي زانفورماسيون اللي بغى نمتو، اللي بغى العنوان، غادي نخليه لكم في اول كومونتير امبانغلي يعني في التعاليق، باش اللي بغاها غادي يلقى نمتو ويتصل به. راه فعلا راه زوين، وهذا ماشي اشهار، ماشي حتى حاجه، غير عجبتني الدار. يعني راه دزت في شحال من دار، يعني منين صفنا حنا كنكريو في دار في دار في دار في دار في الاوتيل وما وديتهمش لكم، حيت ماشي شي حاجه اللي غادي نوريها لكم، ماشي شي حاجه اللي يعني تتعجبك بزاف. ولكن هذه فعلا زوينه، نقيه، في موقع زوين، نقي، كل شيء حداكم. نتمنى ان شاء الله غادي تعجبكم. تبعوا الفيديو حتى الاخير، واللي اول مره كيشوفني ولا كيشوف قناتي ما ينساش يتابعونا معايا في القناه ويضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا لكم بزاف، وشكرا على التتبع ديالكم، وفرجه ممتعه، وخليكم مع الفيديو.
يا بالليل جينا لواحد القهوه زوينه بزاف قدام الواد معروفه في قنيطره. انا كنت شفتها في واحد عند واحد اليوتيوبر زرانيا فلوك، انا كنت شفتها عندها مشات ليها، والغد اللي مشيت ليها حتى انايا عجبتني بزاف لا ديكوراسيون ديالهم والقعيده قدام الواد في الليل، واحد الجو اللي هو زوين يعجبكم وكيريح الانفس. نتمنى ان شاء الله تكون تلتوما هاد البلاصه عجبتكم، واللي في قنيطره يمشي ليها راه فعلا جليسه وواعره بزاف. قدام الواد واحد المنادير زوين، هنا كان واحد الغريب غزال في الليل، وتبارك الله الدنيا عامره 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 بزاف هاد القهوه. غادي نصورها لكم مزيان من الداخل باش تشوفوها وتنتوما تشهوا وتمشيو لها كيف ما انا عجبتني ومشيت ليها، فعلا قعيده زوينه وتعجبكم ان شاء الله.